بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه إشاعات نبغ الناس ما تسمعها، تخوف الخلق ويسوق لها اللي قالوا مدونين المجهر، واحدين منهم للأسف الشديد ولا هي على المستوى، هذو إرهابيين وعدوا العملية البارح للأسف اللي ماتوا فيها شهيدين من الحرس الوطني. والدور إن شاء الله تعالى قايلها لكم، أنا الدور يتم القبض عليهم. ما يلا يسوقوا مدونين المجهر على أنه محاولة لانقلاب عسكري. هذا أولا ينشر الرعب في المواطنين ويصوع على اللي قالوا مستثمرين من موريتان، ولا هو واعد شيء، ما هو واعد شيء نهائيا. بشروا ولا تنفروا، وحد يحذر من الإشاعات ما هي مهمة، واللي يأكدها يقعد في أمريكا والله كندا يعود، ما هو حد ما هو شاكن فهم، حد خايف عليه ولا قادر في حد لا يرهبه، وإشاعات خطيرة. هذا الحمد لله قايلها لكم أنا، لا يتم السيطرة عليه خلال ساعات قليلة، ترجع إن شاء الله للإنترنت الخارج ما الله يخلعوا على أخوتهم اللي هم موريتان، ناس بخير الحمد لله. من ذاك الصنادرة يشتبهوا في حد ويخطوا فوق تعمار شي عادي يوقف، لأن فهم شي ملاقى ناس مودي ما فات طبوا على أنهم يلا يتكايسوا، يلا يتكايسوا بسرعة التحراك. حد كامل راك عند وتر ما يلا يزيد السرعة، من يزيد السرعة لا يعود في الشبهة، وحد كامل عنده حولي ما يلا يتلثم. اي حد شاف الدولة في شبهة لا اتخذ اجراءات، تخبط اعماره فوق وشي بسيط يوقفوا الوتي، يخطوا كرعية، ما هم خابطين حد ولا هم كاترين حد. ثانيا مادة ما تدخل لها صباع من جيشها، انتوا تباتوا راقدين، شي مرقتكم؟ مرقتكم شي مجيش حارسكم؟ ما يتواسى. انا اذا بقيت تعدوا لين واعد الدار ولا ندير فيها واي فاي وعدلوا لكم ونطمئنكم البلد بخير وخير. تبيك سيدي حياك الله، مرحبا بيك، شو ما سمع القرب ياك، ما خلعت على اخوتكم هون واهلكم، مرحبا بيك سير. انا بريمير بعد ولا اخذك شي ذاك، هاك شي عادي الحمد لله، حال بخير فتبارك الله، ونواكشوط ما في شي فتبارك الله، ومدة اسم الخلعة ولا تدخل لها صباع من جيشه، وتحس من اللي قالوا الإشاعات، وتعرف الانقلابات العسكرية انها بلا فايدة، انها تدمر الدول، ترد اللورا 200 سنة. وتحذر مادة، تحذر مادة، واحدين يسجلوا في خارج الوطن انقلاب عسكري، انقلاب عسكري اخباره، ارقد يعدل، والله يتزمن انقلابات، والله لا يقبلوا العالم، والله الصنادرة يقدروا يعدلوه، الدنيا ما هي فوضى. وخير تبيك اخي الازهر، خالد قاسم الأخبار، دورنا أطواركم في الوقت المناسب، دورنا نعطوكم الأخبار بإذن الله تعالى في الوقت المناسب. نقول لكم نواكشوط بخير الحمد لله، نبشروكم على الناس أنه ما عندهم أي سلاح، سلاح انقبال كامل. مرحبا بك شريف محمد، مرحبا بك بخير الحمد لله، مرحبا بكم كاملين وسهلا فردا فردا، والحال بخير وعس وروفات وبدء الصفحات. الكبار موريتانيا ينشرون محاولة انقلاب، ولا يحق، ما في أي محاولة لانقلاب عسكري الحمد لله. موريتانيا بخير ولا يخلعكم شيء، ثم بالأخص ثم خارج الوطن اللي كلها لا يزول عقله، وراه فات أدركات تسجيلات فهم خطيرة، وحد يحذر من الإشاعات ويحذر من الترهيب، ويعرف أنه ما عنده فايدة، ما عنده أي فايدة ترهيب، ويتفائل موريتان الخير ويطلب لها مولانا الخير ان شاء الله. لا كامل عادي الحمد لله الشريف، ما في شيء تبارك الله. هو في سيارات يمشوا بسرعه متينه، ولا خلق تشوف لا يخبط، يخبطوا كرعي ويوقفوا شيء عادي الحمد لله، ما في شيء الحمد لله، ولا يطرا اي شيء. لا ان شاء الله تعالى نواكبكم باذن الله تعالى، ونعطوكم الاخبار، خاصه البيدا في واي في ان شاء الله، ونعطوكم الاخبار باذن الله تعالى. متوفر عندنا ما يبعيد، لان ما كنا قاع عملوها.
آراء قاع مهمة بالأخص نحن اللي قايلين على أننا مسلطين على التدوين. مصطفى السيد محمود ما هو فالك الانقلابات ما عنده فايدة، ولا ما تحدنا أولاد موريتان ما تقدر تردوا له، والفتنة تفو بها وانتم قابلين على الخير، والانقلاب ما يتفايلوا حد بيلي كل هالشيمي في النار، الربيع ما تشعل فيه النار طفيه ماتل سهل، وحد يحذر المصطفى من الفال شين ما عنده فايدة، ويحذر من حقد حقد ما عنده فايدة، وضد القزواني محمد القزواني فخامة رئيس يقير عساك من حقد أخي الكريم. يحذر حد من حقد أخي الكريم. النت ما ولا يبطى يرجع، متوقع انه يرجع الليلة اخر الليل والله مع الصبح ان شاء الله، والوقت اللي يرجع دور الدولة تعطيكم اخبار سارة ان شاء الله تعالى، والناس يدوروا يحكموا ان شاء الله، ولاهم شكلين اي خطر بيلي نواكشوط مقفولة كامل عليهم، ما في مقد يتنفس ما ارتقى ان شاء الله تعالى، وقفلت الانترنت خطة امنية موفقة. ذا هو الحقيقة نقول لكم، ها هو الحقيقة، وأنا ما قديت تكون عدلكم البث ونختصره، لأني ماني من خلق اللي صار يتأخر عليه الوقت. قال إن شاء الله تعالى ينطرى جديد الصبح ندور نعطيكم بالعجلة، ونتمنى لكم التوفيق وتفاؤل وخيرات تجدوه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ويعطيكم الصحة إن شاء الله والعافية، تحية طيبة لكم.